ويقول حفظك الله، هل يجوز أن نأخذ ثمنا عن هذا؟ لا، ما يجوز بيع الأعضاء، حرام. الإنسان ما يبيع الدم ولا يبيع الأعضاء، ما يأخذ شيء عن التبرع بالدم ولا عن شيء من التبرع بالأعضاء إذا كان جائزا، هذا من الإحسان. والإنسان ما يملك، الإنسان ما يملك نفسه وأعضاءه. نعم.